الوطني بغيت نقولو تنشدو السيد الوالي وتنشدو السيد العمده وتنشدو كلشي. سمع السيده المسؤوله على الثقافه نائبه العمده، الله ينصرو صاحب الجلاله ولي تشنها ولا المسؤولين، تعطوها للمسؤولين الفوق الفوق، ماشي خليوها لتحت لتحت. حنا تنشدو من هذا المنبر السيد الوالي والسيد العمده ورئيس مجلس الجهه السادات البرلمانيين على الصعيد الوطني جهه فاس مكناس والمقاطعه ديال السايس، الا كانوا حيت معانا السيد في المكتب معاهم في المكتب في المكتب عندهم في المكتب سميت معاهم في المكتب هنا في المقاطعه ديال سايس معاهم في المكتب حتى هو يشوف هذا الحل، ماشي المؤسسه معها 13 عضو وما يشوفوناش الحل حنايا كانوا زالا حنا حتى ما تنشوفوا شي حاجه تضرنا حنايا ما تنشوفوش تضر الاخر، حنا نفضلوا نفضلوا في الزنقه احسن وما تقول لك لا لا درت على حقك. سمع اللي كتشطحوا، انا عشت تابع سمع المنتخبون اللي كتشطحوا على المعاناه هذا المنبر تناشد شوف السيد الوالي الناس ما كتصيبش ما تاكل سيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياه. سمع الناس كتستنجد بالمالك، واش هذه المؤسسه من 2007 حتى 2019 كما ينبغي كانت احسن مؤسسه في مدينه فاس. سمع الناس كتبكي ما صابش ما تاكل. شفنا هذه المؤسسه هذه وتناشد سيدنا شفنا هذه المؤسسه وهذ المحسنين هذ المحسنين اللي تيجوا لهذ الدار خاصهم يشوفوا بعينيهم بعين الرحمه، الا كان هذه المؤسسه هكا وصل السيل والزوبه وصل السير الزوبة. حنا تنقول الله ياخذ الحق حسبي الله ونعم الوكيل فضلنا، انا ما نسمح لهمش، انا تنقول امانه تنقولها في الدنيا وفي الدار مساء الخير الاخوان والاخوات المحترمون والمحترمات في موضوع جديد نحاول نناقش معكم واحد الموضوع. كنت في السابق قلت واحد التدخل على ان المستشار ولا المنتخب جميع المدن المغربيه، من اراد ان يدخل زمام ديال داكشي ديال الانتخابات مفروض اولا يكون جريء، ثانيا مفروض انه يكون وطني، ثالثا مفروض انه يكون دائما الى جانب الساكنه ويحس بمعاناتها. ماشي ضروري المستشار ولا المنتخب يكون عنده الماستر ولا يكون عنده الدكتوراه ولا يكون عنده الشواهد، لان العمل الجماعي كيبغي التجربه وكيبغي الحنكه وكيبغي الانسان يكون متواجد، يكون متواجد قريب من المواطن. جريء الجرأة هي انك تدافع على المواطن وعلى الحقوق ديالو، هذا الشيء اللي كيبغي المواطن. اما عندك الدكتوراه ولا كتقري في الكليات ولا كتقري في الجامعات ولا ما ماشي ضروري، ان السياسه مع هذا الشيء ديال الدبلومات هذا الشيء ما عطاتش. والدليل هو ان اليوم غادي نتكلم على واحد نائبه عمده مدينه فاس، حنا استبشرنا خير ملي تصوب هذا المجلس وقلنا ان واحد نائبه العمده عندها واحد المستوى ثقافي وعندها واحد الكراد كبير في واحد الالمام، قلنا غادي تعطينا افكار غادي تنجح. خدات المصلحه ديال الثقافه نفس الروتين نفس المشاكل. اولا استاذه اليوم غنوجه لك واحد الخطاب، ان مصلحه الثقافه ديال المجلس الجامعي ماشي دورها هو الختان والمهرجان ولا كان شي سفريه، الدور ديال المصلحه الثقافه هو المسائل الاجتماعيه هو القرب من المواطن، المسائل الاجتماعيه اللي قريبه خصنا نقربوا من المواطن خصنا نحسوا به، ماشي نختنوه ونديروا الحنة، ماشي هي مصلحة الثقافة. مصلحة الثقافة خصها تكون في كل ما هو اجتماعي. أولا واحد الملاحظة بالنسبة للخيريات اللي كاينين في مدينة فاس وفي كاين النزلاء، كاين مشاكل كثيرة كتعاني منها، علاش مصلحة الثقافة لا تنتبه لهذا الموضوع ديال الخيريات؟ وحنا خلال النقاش ديالنا في المواقع الالكترونيه كيوتيوبرز وكفاعلين حقوقيين جمعويين دائما تتهموننا اننا نشوه الصوره ديال فاس، ولكن بالعكس اللي كيشوه الصوره ديال فاس هو بعض المنتخبون. وانا نقول لك استاذه غنسمعك واحد الفيديو ديال النزلاء في واحد الخيريه ديال الشرايبي يشتكون من 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 ضعف ديال الماكله، الماكله قليله وما كيناش وكيناجدو جلالة الملك وكيناجدو السيد الوالي المحترم. ملي يبقى المواطن في خيرية ما يسيبش ما ياكل يناشد الملك ويناشد السيد الوالي ممثل صاحب الجلالة، أما ما هو الدور ديال المنتخبون؟ ما مصلحة الثقافة عندها واحد البيدجي كبير في الجامعة، علاش ما اقترحتيش أن تكون واحد الزيارة لهاد الخيريات
ويكون واحد الدعم مادي ومعنوي، ولا عندهم شي مشكل حلوا لهم. لان شنو هو المجلس الجماعي؟ هو تحلوا المشاكل ديال الناس، ماشي تبقاو تعطينا افكار. انت استاذه في المستوى متقن، ولكن في العمل السياسي نيل ما كايناش. لا جديد نفس راه ماشي دابا. الا عندكم الفلوس ما تبقاو ما ديروا بها، ودابا كديروا بها المهرجانات، وهذا راه كاين بلايص اوكد واولى تخسر فيها. انا نسمعك هذا الفيديو الذي يسيء لمدينة فاس ولسمعة فاس. الناس كتهضر على الماكلة، ما صابتش ما تاكل. سمع أستاذة، سمع وتمعن، وغنكمل معاك الحديث وما غنطولش معاكم. سمع حنا البارح هذاك، سمع سمع حنا البارح اللي شتا الأخ سليم اللي شتي البارح في التصاور على الصفحة ديال الفيسبوك، حنا بنظن حنا مستفيدين داك الشيء. داك ماشي فطور هذاك. منين جا المكتب هذا النهار هضرنا مع المكتب المسير، جا المكتب كان امين المال والنائب امين المال، ملي جا هذا النهار هضرنا معاه وقلنا له شنو كاين هذا النهار، قال لك وحنا غنشوفوا في الميني، عاد نشوفوا هنا، عاد نشوفوا هنا. حنا ملي تنتاجوا نهضروا مع الناس ونقولوا لهم شنو كاين وهذا الشيء في الفطور شنو كاين، تقول لك شنو ما عنديش. واش الفطور تيكون فيه البيض والتمر والشباكيه وداك الشيء واش كاين؟ ما كاينش. داك الشيء اللي حنا نقول لك ماشي تنقولوا، اسمع اللي كتشطحوا، خاصها تكون شي حاجه كتشطح ملي كتشبع. الثاني ملي تجي تهضر هكا تقول له، تقول لك حقا ما عنديش كندير باش نجي للمؤسسه، ما مخلصش المستخدمين. داكشي المستخدمين حنا ماشي شغالنا فيهم، حنا كمستفيدين تنهضروا على راسنا. حنا كمزالاء وكمستفيدين في المؤسسه ديال الخيريه ديال الشرايبي، حنا تنهضروا غير على هذاك الفطور. هذاك الفطور حنا تحط هذاك الشيء اي اللي قسم الله اي ناكلوا الحمد لله. غير يزيدوا شي حاجه متنوعه، ماشي حنا ماشي المؤسسه غارقه كل ديون وغارقه كريديات وغارقه كل شيء. ماشي مشكل الدنيا عاليه. حنا تنقولوا بان من هذا المنبر ديال العمق المغربي تنقولوا تناشدوا السيد الوالي وتناشدوا السيد العمده وتناشدوا كل شيء. سمع السيده المسؤوله عن الثقافه نائبه العمده، الله ينصرو صاحب الجلاله هو اللي تشنها ولا المسؤولي، تعطوها للمسؤولين الفوق الفوق، ماشي خليوها لتحت لتحت. حنا تناشدوا من هذا المنبر السيد الوالي والسيد العمده ورئيس مجلس الجهات السبع البرلمانيين على الصعيد الوطني، جهات فاس مكناس والمقاطعه ديال السايس، الا كانوا حيت معانا السيد في المكتب، معاهم في المكتب، في المكتب عندهم في المكتب سميت، معاهم في المكتب هنا في المقاطعه ديال سايس، معاهم في المكتب حتى هو يشوف هذا الحل. ماشي المؤسسه معها 13 عضو وما يشوفوناش الحل. حنايا كانوا زالا، حنا تنشوفوا شي حاجه تضرنا حنايا، ما تنشوفوش تضر الاخر. حنا نفطروا في الزنقه احسن. وما تقول لك لا هضرتي على حقك، سمع اللي كتشطح، انا عشان تابع سمع المنتخب اللي كتشطح على المعاناه هذا المنبر تناشد. شوف السيد الوالي، الناس ما كتسيبش ما تاكل، سيدنا الله ينصر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياه. سمع الناس كتستنجد بالمالك، واش هذه المؤسسه من 2007 حتى 2019 كما ينبغي كانت احسن مؤسسه في مدينه فاس؟ سمع الناس كتبكي ما صابش ما تاكل. شفنا هذه المؤسسه هذه وتنشت سيدنا، شفنا هذه المؤسسه ولا هذه المؤسسين، هذه المحسنين تيجوا لهذا الدار خاصهم يشوفوا بعينيهم بعين اللحمه. الا كان هذه المؤسسه هكا وصل السيل والزوبه، وصل السير الزوبه. حنا تنقولوا الله ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. فهاد النهار انا ما نسمح لهمش، انا تنقول امانه، تنقولها في الدنيا وفي الدار، في الدار وفي ذاك الدار. هاد الناس ما عندهمش ضمير، هاد الناس ما عندهمش ضمير. ماشي تنضرب في الجمعيه ولا تنضرب، تنقول الحق. تناشدوا السيد الوالي، السيد الوالي خصنا نشوفوا معاه، يشوف الحاله. السيد الوالي هنا راه كيناشدوك تاخذ بيديهم الناس، راه ما كتصيبش ما تاكل. هذا الشيء شوف على عين اليوم فطروا بالمحمصه. الهدف ديالي من هذا الفيديو علاش درتو، المجلس الجماعي اللي كيكون ناجح وكيبغي يدير المهرجانات وبغي يختن عباد الله وبغي يدير الحنه، حتى كتكون الناس شبعانه. واش الكرش جيعانه وواحد اخر كيشطح؟ الرساله ديالي للسيده النائبه، ملي جيتي خديتي المصلحه ديال الثقافه، شنو هي الجديد اللي عطيتي؟ اولا عليكم خصكم بعدا دير واحد الجرد لهاد الخيريات. داك النهار الخيريه ديالها ديال سميتو ديال بن سودة ديال التجمعتي، الناس ما عندهم ما ياكلوا، 70 ديال الناس المختلين عقليا اللي جمعهم الزنقة لولا أن داك البرلمانية الحجوبي واقفة وكتمشي تسل تمشي تطلب من المحسنين يعطيوها الفلوس. علاش المجلس ما يخشش؟ واش الجماعة ديالنا حنايا ما عندهاش الفلوس؟ الجماعة ديالنا الحضرية حنا قاصر؟ الجماعة ديالنا حنايا مالها كتسعى؟ راه كاين الفلوس، كاين الفلوس، غير خصكم تعرفوا تجيريو. علاش ما يكون واحد الجرد؟ علاش ما تدعموش الخيريات؟ خيريه مثلا ديال باب الخوخه، الخيريه هذه الشرايبي، هاد الخيريه الشرايبي فيها رئيس الجمعيات، ما عندهم مشاكل ماديه، والعمل الجمعوي كله عمل تطوع. علاش ما تجلسوش مع هاد رئيس الجمعيه
وتصنتوا له وتشوفوا المشاكل ديالو وتدعموا. شنو هو المجلس الجماعي؟ هو انني انا والاخر والاخر نستافدوا، حنا جماعه، نتوما كتجيريو الامور كنواب عمده. بالامس النائب الاخر كيشطح ما عنده غرض، انت كذلك دابا عندك انت اللي مكلفه بالثقافه، شنو الجديد؟ لا جديد، واخا انت عندك مستوى ثقافي وعندك كذا، ولكن لا جديد، ما كتعرفي ديري حتى حاجه الا ما غتعطيش افكار. علاش ما تدعموش هاد الخيريات؟ الخيريه دابا ديال 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 سميتو ديال ديال البنسود، هاد الشر ديال ديال التجمعات فيها اكثر من 70 ديال الناس اللي مختلين عقليا يعني.